برضو ايضا معانا شاشة اخرى لفنان وانا اقدره واعزه جدا، وهنشوفه على الشاشة هيقول لك ايه. مساء الخير يا عم احمد يا جميل، ومساء الخير يا مدام صفاء. دلوقتي يا عم احمد، يعني ايه، انا مش عارف، يعني كل شوية افتح التلفزيون الاقي ليك دور مهم وانت عامله ببراعة واقتدار، وبعدين قلت طب خلاص اوكي في الدراما مش مشكلة، فدلوقتي كمان دخلت على البرامج، فيعني ايه، خلي بالك من هنا وبالراحة شوية. انا عايز اقول لك ان انت منور الدنيا ومنور الشاشة، وان انت ممثل كبير وزميل محترم واخ كبير، وانا سعدت فعلا بالتعامل معاك في الوعد الحق مع وفيق وجدي، وبعدين بعد كده في قمر سبتمبر مع احمد توفيق، وحديث صباح والمساء مع احمد صقر. معرفش انت عم احمد، حاجه جميله قوي عامله زي ايه، اللي كل ما يعدي عليها الزمن تزداد نضج وتزداد عبق وتزداد حلاوة. معرفش، عايز أسألك سؤال، انت عملت تنوع في الأدوار كتير، لكن هل في دور مثلا معين انت تحب ان انت تقدمه واحنا لسه لم نستمتع بأحمد خليل فيه؟ دي حاجة. الحاجة التانية، انت ليه ما بتعملش مسرح؟ يعني انت ممكن تعمل مسرح عم احمد، زي ما انت اشتغلت كتير تلفزيون او في السينما، معرفش انت ليه مجافيه او بعد عنه، واعتقد الامر يستحق حتى لو زيارة مرة انك تمتعنا بدور على خشبة المسرح. خلي بالك من نفسك وربنا معاك ويبارك لنا فيك. طبعا توفيق عبد الحميد غني عن التعريف. على فكره انا لما اتكلمت عن توفيق انا ما كنتش اعرف ان حضرتك مستضيفاه. انت ما تعرفش ولا حد من اللي على الشاشه. والله يعني احنا عاملين لك مفاجاه. انا عاشق لتوفيق عبد الحميد من زمان. وزي ما قلت، مش حكايه تمثيل. توفيق فيه كرامه بتخلي الانسان لازم يحترمه. صحيح. وعلى فكره طول عمره وهو في الديجنيتي دي، في عزه النفس. صحيح. في نوع من الشموخ. في انه من المحترمين في الوسط. صحيح. وانا اصلي دايما بغني على الحته دي كتير يعني. وانا مره كلمت توفيق، قلت له انا خايف منك يا توفيق. طبعا قلتها له بهزار، انما توفيق وان شاء الله ربنا هيزيده. وتوفيق اعتقد برضو انه من الممثلين اللي عوضوا فترة كانت قاسية في حياته. توفيق طول عمره ممثل كويس. بشكره. بالنسبة للدور اللي نفسي اعمله، انا نفسي اعمل ابن ويبقى لي بابا وماما بقى. حلوة. وليه لا يعني؟ لا صعبة قوي. صعبة دلوقتي. لا انا ما بحلمش بالدور، انا بحلم بالمنتج. بالمنتج. ودايما انا بقولها وقلتها في كذا لقاء، ايه قيمة ان انا اعمل نيرون والمنتج ما هوش عود كبريت يدوني عشان اولع روما؟ يعني ما باظ الدور يعني. انا عايزة يعني اؤكد كلامك في مقابلة مع النجم العالمي عمر الشريف، فبنقول له تعالى كده، لا تعالى كده الإضاءة كده، قال لي بصي أنا عمر الشريف وبعرف أتكلم،
صورتيني وحش هيقولوا انتوا صورني وحش، صورتوني حلو هيقولوا انتوا شاطرين. بس مش معنى ان انا اللمبه وحشه عليا او انتوا عملتوا كذا ان ده ممكن يقول ان ده ينقص من قدري. فارجوكي تاخدي بالك من حكايه الضيف اللي معاكي، هو نبهني ليها. فاذا فعلا المنتج او الجهه المنتجه لما بتهتم بكل تفاصيل بيطلع العمل جيد، لانه هو جايبك عشان انت هتمثل فعلا الشخصيه.